كلام جدا مهم. ما نراه الآن الإنسان يسلم على من يعرف، لا، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. تلقى بعض الناس يرحم الذي يعرفهم، أمه، أخته، عمته، خالته، صاحبه، جاره. هنا النبي قال لا تؤمنوا حتى تراحموا، دلالة أن الغلظة وعدم الرحمة من الكبائر في الذنوب، لأن هنا قرنت بإيش؟ بالإيمان، كما قال الطحاوي في العقيدة في ضوابط الكبيرة، قال: ومن ضوابط الكبيرة هو أن يترتب عليها حد في الدنيا أو لعن أو توعد بنار أو قلة إيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، إلى غير ذلك. أو قوله: ليس منا من غش فليس منا، من ليس منا من لا يأمن، إلى غير ذلك من مثل هذه الأحاديث. أو نقص الإيمان أو نفيه، هنا النفي لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان. لكن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هنا النفي ليش؟ لأصل الإيمان، لكن هنا النفي لكمال الإيمان. فعدم رحمة العامة من نواقص الإيمان، وهذا فيه دلالة هذا الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا دلالة على ذلك، ردا على من يقول إن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. وهذا فيه جواز أن يناقش العامة الشيخ الإمام، يناقشوه في بعض المسائل التي تغفل عليهم، وهنا واجب الإمام أن يبين لهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس ذاك، مو اللي أنتم تعتقدوا، لا، إنما هي رحمة رحمة العامة، أن ترحم جميع الناس. نعم.